بدء الخليقة والمجتمع البشري يعيش حالة من الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين ساعة العزة. شعار يرمز لساعة العد التنازلي في محطات متنقلة بين البلدات والمناطق البحرانية، وصولا لموعد العصيان المدني الشامل فجر 13 من فبراير القادم. شارك في الفعالية التعبوية جمع من عوائل الشهداء والمعتقلين وعدد من النشطاء، وأكد الائتلاف في بيانه المضي في طريق الثورة واستقبال ذكراها الثالثة بعصيان مدني يبدأ من 13 ويستمر حتى 15 من فبراير. بالاستمرار في طريق الثورة ضد الدكتاتور حمد حتى اسقاط عرشه المتهم. الحق تقرير مصيره، الحق بدل تزوير، الحق تقرير مصيره. الى ذلك استمر الحراك الشعبي بتصعيد حدة الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام وحق الشعب في تقرير مصيره. فقد نظمت في جزيرة سترة مساء الأربعاء مسيرة حاشدة نددت بقبول جمعيات سياسية المشاركة فيما أسمته بحوار القتلة الذي دعا له ولي عهد النظام سلمان حمد الخليفة. المشاركين حملوا سلمان مسؤولية الانتهاكات وطالبوا بأخذ القصاص منه.